احبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد حميد وده مدرستا، والنهارده هنتكلم عن موضوع جديد خالص. جالي مشوار كده صد رد، رايح اسكندريه صد رد، فقلت اعمل فيه تجربه. هنروح اسكندريه على سرعه بسيطه، سرعه قليله، وهنرجع من اسكندريه على سرعه عاليه شويه، ونبتدي نشوف فرق استهلاك البنزين في العربيه ما بين السرعتين. تعالوا يلا. التجربة دي نتائجها ممكن ما تكونش مظبوطة قوي ومش اكرت، لكنها هتوصل الفكرة بشكل عام. يعني الموضوع كله ان انا هفول العربية هنا في القاهرة قبل ما اوصل للبوابات، وبعدين هسافر من القاهرة لاسكندرية على سرعة معقولة متوسطة، واول ما اوصل هناك هفول العربية تاني واحسب انا استهلكت بنزين قد ايه، وبعدين وانا راجع من اسكندرية هفول العربية قبل بوابات اسكندرية وهرجع بسرعة عالية شوية، واول ما اوصل القاهرة هفول تاني، وبعدين احسب الفرق في معدل الاستهلاك بين المرتين. طبعا في حاجات كتير بتأثر على معدل استهلاك البنزين، لكن التجربة دي هتوضح اللي انا عايز اقوله. يعني في كذا حاجة بتأثر على معدل استهلاك العربية للبنزين، حاجات ممكن نكون عارفينها كلنا، وفي حاجات يعني ممكن يكون في ناس مننا ما تعرفهاش. عندك مثلا سرعة العربية، كل ما بتزيد سرعة العربية كل ما بيزيد معدل استهلاك البنزين. ضغط الكاوتش بتاع العربية برضو بيأثر في معدل استهلاك البنزين. حركة الرياح بره ومعامل احتكاك العربية بالرياح بره بتفرق معاك برضو في معدل استهلاك البنزين. انت متخيل مثلا لو انت ماشي عكس اتجاه الريح والهواء بيزقك في الاتجاه المعاكس، فالموتور بيبذل مجهود اقوى او اكتر عشان خاطر يعرف يواجه الريح دي، فده بيعلي معدل استهلاك البنزين. بس اهم حاجة واكتر حاجة هتفرق فعلا اللي هي سرعة العربية. انا هاخد من البوابات للبوابات رايح، ومن البوابات للبوابات راجع، ده المنطقة اللي تهمني بس. ومن اول بنزين هنا لاول بنزين هنا مش هيبقى الفرق كبير، يعني هو هيبقى فيه فرق طبعا بس مش كبير. فخلينا نجرب النهاردة ان شاء الله ونشوف هنوصل ليه. احنا هنا كده وصلنا محطة البنزين اهو، فاول 92. موضوع مش ممل خالص على فكرة، الطريق كويس ومريح وكده، محتاج بس هدوء اعصاب وروقان كده، شغل اغنية قديمة ولا حاجة واقعد اسمع كده بتاع لغايه ما توصل ان شاء الله بالسلامه. يعني احنا كده بقينا عند ماسترز، تمام، يعني تقريبا نص طريق اسكندريه، والتانك لسه على الفل. احنا عشر التانك خلص، يعني اول شرطه نزلت اهو على الطريق، وانا تقريبا فاضل على اسكندريه حوالي 50 كيلو، وده معدل استهلاك كويس. يعني انا ماشي بمعدل استهلاك مثلا 3.5 او 4، ما بتعلاش عن 7 لتر لكل 100 كيلو متر، وده رقم كويس قوي. طيب انا كده الحمد لله وصلت اسكندريه بالسلامه اهوت. نقف بقى عند اول محطه بنزين ونفول العربيه ونشوف العربيه استهلكت كام لتر بالظبط، ونفول كده العربيه ونشوف اللي هيحصل. خدت بالظبط 10 لتر، رقم كويس على فكره. بس خلي بالنا من كام نقطه كده عايز اوضحها. وانا طالع من القاهرة وفولت العربية، فولت العربية على اول تكة، يعني اول ما التانك فصل انا خلاص كنت فولت كده. دلوقتي لما فولت العربية فولتها لغاية الزور، يعني مش اول تكة، تاني تكة، تالت تكة، رابع تكة مثلا، وبعدين قلت الراجل خلاص لما قفل 10 لتر بالظبط عشان بس الارقام. يعني فهي دلوقتي متفولة باكتر من ما كانت عليه في القاهرة اصلا، تمام. كل دي عوامل هتأثر على النتيجة بتاعت التجربة، لكن أنا متأكد إن سرعة العربية لوحدها كفاية بإن هي توجد فرق كبير إحنا هنحسه في الفيديو. فخليكم معايا لآخر الفيديو إن شاء الله نشوف العربية عملت إيه بقى في المشوار وإحنا راجعين. هو صحيح الفيديو دوت أنا بعمل فيه التجربة عشان خاطر نشوف معدل استهلاك البنزين مع السرعات العالية والسرعات البطيئة، لكن مفيش مانع إن إحنا رحنا اسكندرية فنتفسح. في اسكندريه ورجع تاني القاهره، فان شاء الله هشوف اي بنزينه قبل بوابه اسكندريه هفول عندها، وبعدين هرجع القاهره بسرعه عاليه اكتر من السرعه اللي انا كنت جاي بيها، وهبتدي بعد كده في القاهره افول مره ثانيه واحسب فرق السعر اللي حصل او فرق استهلاك البنزين اللي حصل في المشوار على سرعه قليله والمشوار
على سرعة عالية. بنزينة موبيل دي تقريبا اخر بنزينة قبل البوابات. فانا داخل ايه عشان افول تاني العربية، بالرغم ان انا عندي الاعداد فول تانك يعتبر، بس برضو افول تاني عشان خاطر يبقى المقياس على قد ما اقدر احاول اخليه مظبوط. يعني انا بس هزود السرعة مش اكتر، نفس حمولة العربية مفيش اي حاجة زادت فيها. هشغل التكييف برضو. فكرة انك تشغل التكييف على طريق السفر دي فكرة كويسة، لان هي غير ان هي طبعا بتديك درجة حرارة كويسة في العربية وبتعزلك عن الهواء والدوشة بتاعت الهواء في الطرق سريعة، هي كمان بتوفر في البنزين اكتر من لما تشغل التكييف في وسط البلد، لان الطريق السريع الهواء بيدخل جوه العربية وبيعمل مقاومة كبيرة جدا لو انت فاتح الشباك يعني. لكن لو انت مشغل التكييف وقافل ازاز فده بيخلي العربية بتعمل بنتريتنج او بنعمل بنتريشن للهواء عشان خاطر تخترقه وتبتدي مقاومة الهواء تكون اقل، وبالتالي بتكون اوفر في البنزين. عشان كده يفضل على الطرق السريعة انك تفتح التكييف لكل الاسباب دي. طبعا هو انا عشان خاطر سايق على سرعة عالية فمش عارف اتكلم في الموبايل وانا سايق، المفروض الواحد يركز طبعا تركيز عالي جدا. بس انا يعني انا عايز اقول لكم ان وانا في الطريق حسيت نفسي بتعب، يمكن عليا مجهود جبار. طبعا جاي الصبح اسكندرية، وفي اسكندرية كان في عندي شغل بصراحة، فالدنيا كانت مرهقة شوية وراجع طبعا سايق، فعمال اكابر واقول لا واكمل، لقيت نفسي هروح في النوم كده. فدخلت في استراحة وقفلت العربية ونمت فيها. بس بغض النظر عن الوقت انا محافظ على السرعة بتاعتي اللي هو من 140 ل 160 مثلا، والطريق كده كده الحمد لله فاضي والدنيا امان وستيبل. بس برضه الموضوع محتاج تركيز، ما ينفعش الواحد يكابر في السواقة ويقول لا انا هكمل وبتاع. لو لقيت نفسك تعبان اول حاجة تعملها انك تدخل تنام. انت لو نمت مثلا نص ساعة او كده هتديك طاقة وباور تخليك تكمل بقية الطريق وانت مفتح كويس ومركز احسن 100 مرة من انك تبقى سايق وانت تعبان او المعاس غلبك او مش قادر تركز وتبتدي تشوف خيالات في الطريق وحاجات غريبة. فالافضل طبعا انك تدخل تريح العربية وتنام وتريح دماغك وتريح نفسك، ده اهم ليك اولى لسلامتك. وبرضه عشان سلامتك المفروض ما تجريش، بس احنا بنعمل كده عشان التست بس، لكن هو ما تجريش. صح انك تمشي على سرعة قليلة. انا ملاحظ ان انا مثلا عديت الريست والبنزين ناقص شرطتين، حتى من كتر ما انا مركز في الطريق والله ما خدتش بالي الشرطة نقصت امتى. فلا ياريت الواحد طبعا يسوق بالراحة وبشويش. هو ده المغزى الاخير من الفيديو. بس انا عايز اقول لك كمان بالتجربة العملية، يعني غير ان انت هتحصل على الامان، انت هتوفر قد ايه في مشوار زي من القاهرة لاسكندرية بس. وانتبهوا معايا لاخر الفيديو ونشوف اللي هيحصل. الحمد لله على السلامة. احنا كده خلاص وصلنا القاهرة. انا دخلت من مدخل مدينة 6 اكتوبر، عشان المدخل هنا فيه محطات بنزين كتير قريبة من البوابة، فهعدي بس كده على اول محطة بنزين اشوفها ونحط فيها بنزين ونشوف بقى احنا استهلكنا كام لتر في الرحلة. انا وانا رايح اسكندرية نزلت شرطة واحدة، دلوقتي انا شايف العداد البنزين نزل النص، فنشوف بقى الفرق قد ايه. دي اول محطة بنزين في الطريق بعد البوابات من ناحيتنا، هي تشيل اوت دي. نقدر ندخل المحطة من هنا كده. بنحط بنزين، يلا بينا. انتوا متخيلين 23 لتر؟ انتوا متخيلين 23 لتر؟ يعني الفرق اكتر من الضعف. في فرق سرعة بس، يعني انا بس الفرق ان انا كنت ماشي 120 وانا رايح راجع 140 160. استفيد ان التجربة دي اولا امانك اهم حاجة. انا طبعا وانا ماشي على سرعة عالية مش ممكن على كمية التركيز الرهيبة والباور الكتيرة اللي الواحد عمالي يحطها في موضوع السواقة، انت اي زلطة على الطريق هتفرق معاك. معلش ايا كان نوع عربيتك، اياك ابدا تثق في عربيتك. لو انت راكب عربية عالية مثلا ولا حاجة وبتحس ان الدنيا ستيبل معاك ومفيش حاجة اسمها مطبات هواء ومفيش مش عارف ايه، السرعة قاتلة والله. لو راكب ايه، قوانين الفيزياء اقوى من اي حاجة تانية. استمتع بالطريق، استمتع وبالذات لما يكون الطريق كويس كده ومتسفلت والدنيا فيه منظمة يعني الى حد كبير،
استمتع بالطريق، قضي وقت لطيف، سوق بشويش، خليك في امان ليك وللي حواليك، وما تنسوش في نهايه الحلقه طبعا لازم تدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان خاطر تشوفوا الحلقات اللي جايه بعد كده. مفيش مشكله لو انتوا شفتوا الحلقات اللي فاتت قبل كده. احبكم جدا في الله، شكرا وسلام عليكم.